كيف نتعامل مع غير المسلمين. متى متى يستوى تتوين من أي مسلم ينقص؟ لابد أن نتوسط معهم في التعامل. ميرن أنطول طبعا هنا ينقص سمر لرين الله يفتى يستوى. لابد أن نفي لهم بالعهود التي بيننا وبينهم لا ننقض العهود. أي ما أم ريجو طبعا ميرن يفتى يسفلي يأمد كمان ميرن مالي لما. لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب. مي خوكو طحيته أي كطل طب طحيته. ولا بأخذ الأموال السرقة. أي كبارسة هيرن أمي لا يسوكسيا. ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم. يعيك وما هل استكون مسكان التماء تيم اختيستوا تهير اليوم الثانية كنا نموتك أي مسلميتا. ندعوهم إلى الله. ببيرة ما هي الله إلى سبحانه. المسلم لا يكذب على الكافر لا يغش الكافر. مسلمي أي باله تلا أي باوسكو بايستا أي كا هو يهنتا. المسلم ينصح للكافر. مسلمي نوفو أي مسلمي. المسلم يحب الخير للكفار وكل الخير في الدخول في الإسلام. مسلمي هل هل واقعك هفا أي مسلم الله يطهن طلع مسلم إسلامي. نخاف على الكفار من النار. مبلك أم كفار الله هلبتيستا. نريد أن يدخلوا في الإسلام. بهلو ما تهتلوت إسلامي. نتمنى لهم الخير وهو الإسلام. متويفو مهيل هفوتا كن هو إسلام السا. وهذا الذي أمر به عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. يسوع متى أنكسكت موسى يا عيسى عليهم السلام. اتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. تم سورة من ميرن بروفيت طمه.